صحيح أن التوراة يعني وقع عليها شيء من التحريف كما قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إلا أن فيها شيء من الحق، لكن لما اختلط الحق بما حرف لذلك حرم علينا أن نتبع هذا الكتاب، لأنه خلط فيه الحق بالباطل. ومن ذلك أنه في نفس هذا الإصحاح اللي هو 20 ماذا يقول هنا؟ يقول لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. يعني هذا قولهم واستراح في اليوم السابع، هذا من طعنهم في الله تبارك وتعالى، إنهم ينسبون إليه العجز، والله تبارك وتعالى يقول وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب حتى يستريح الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا من جهلهم بالله جل وعلا يقولون مثل هذا الكلام.